أهلا بك يا فاطمة، وبرحب بكل مشاهدين على شاشة التلفزيون المصري. الحقيقة يعني كل اللي انت ذكرتيه فاطمة بيرتبط بالأساس طبعا بأهمية مواجهة التغيرات المناخية وتداعيات التغيرات المناخية من خلال اليوم. اليوم هو يوم التكيف والزراعة مثلما ذكرتي، وكل يوم من أيام هذا المؤتمر المهم اللي بيعتبر الحدث الأبرز على أرض مصر والحدث الأبرز أيضا على الساحة العالمية، كل يوم بيحمل ملف في منتهى الأهمية، وكل هذه الموضوعات والملفات بتصب في النهاية في مواجهة والحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية، إما بالتخفيف أو بالتكيف، وكذلك أيضا طبعا ملف التمويل. فكان هناك يوم للعلم والبحث العلمي والشباب، وأيضا كان هناك يوم للتمويل، وبالأمس كان يوم إزالة الكربون. اليوم هو يوم التكيف والزراعة، وبيتناول كل القضايا المتعلقة بموضوع التكيف. التكيف الذي يعتبر هو خط الدفاع الأول للحد من التداعيات الخطيرة للغاية للتغيرات المناخية، والتي تهدد الكوكب بالكامل، والتي تعتبر بالفعل معضلة إنسانية بتهدد كل البشرية، وبالتالي لابد من تضافر كل الجهود والتعاون بين كل أطراف المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى تنفيذ لكل القرارات التي صدرت من قبل في المؤتمرات السابقة. وهذا ما يميز هذا المؤتمر تحديدا فاطمة، معا للتنفيذ. طبعا بالأمس الحقيقة كان هناك يوم حافل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه كان بالفعل دلالة رئيسية على التنفيذ، مبادرات تم الإعلان عنها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يعني أعرب عن شكره وتقديره للسيد الرئيس لاستضافته في هذا المؤتمر المهم. أعلن عن أنه هناك مبادرة بقيمة 150 مليون دولار بتهدف إلى دعم التكيف في القارة الإفريقية بعنوان مبادرة بريبير، 630 مليار دولار من أجل الحد وخفض الانبعاثات الضارة ومواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز أيضا ملف التكيف بشكل أساسي. كذلك أيضا 2 مليار دولار، وذلك من أجل قيام ببناء محطات للطاقة الشمسية في أنغولا، ثم سيتم تعميمها في العالم. الإعلان عن التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المبادرات التي تهدف أيضا إلى دعم التكيف في القارة الإفريقية. التكيف فاطمة بالفعل بيعتبر ملف في منتهى الأهمية إلى جانب التخفيف، ولكن التكيف ملف بيحظى بأهمية كبيرة للغاية لدعم الدول الأفريقية، والتي تعتبر أكثر تضرراً من الانبعاثات الضارة ومن كل الأثار السلبية الخاصة بالتغيرات المناخية، مع أنها هي الأقل مسؤولية عن هذه التغيرات والأثار السلبية للتغيرات المناخية. كذلك أيضا تم الحديث عن أهمية دعم أنظمة الإنذار المبكر أو الرصد المبكر، وذلك من أجل الحد أيضا من تداعيات الخطيرة للانبعاثات الضارة وللتغيرات المناخية. لابد من ضخ استثمارات ضخمة في هذه الأنظمة، لأنها سوف تسهم في إنقاذ القارة الإفريقية والدول الفقيرة من الأثار السلبية والتداعيات الخطيرة للتغير المناخي. كذلك أيضا فاطمة تم الحديث عن ما يعرف بمبادرة تنوفي، هي مبادرة وطنية للاستثمار في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، بتهدف إلى التحول إلى المشروعات الخضراء أو للاستثمار أو الاقتصاد الأخضر، بتحمل في طياتها كل هذه المشروعات بشكل مفصل بكل تفاصيلها، وبالتالي بتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة أيضا إلى تحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة طبعا إلى المبادرات الوطنية الكثيرة التي قدمتها مصر لكي تكون دلالة على حرص مصر بالكامل على يعني طرح كل المبادرات التي تسهم يعني بشكل كبير في مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية. هنا في مدينة شرم الشيخ أيضا المنطقة الخضراء تعتبر نموذج رائع أمام العالم كله، لأن فيها مساحات خضراء شاسعة، بيتم أيضا فيها ممارسة الكثير من الأنشطة الرياضية باستخدام الدراجات والسيارات الكهربائية. طبعا تابعنا جولة السيد الرئيس التفقدية بالدراجات، ماراثون للدراجات، وتفقد كل ما يتعلق بتفاصيل المنطقة الخضراء وما فيها من يعني الكثير من ورش العمل والكثير من الأنشطة المختلفة. كذلك أيضا يعني هناك المشروع القومي لمؤسسة حياة كريمة
تنظيم هذه المبادرة الرئاسية والتي تعتبر أضخم مشروع تنموي في التاريخ مصر الحديث المعني في الأساس بتنمية الريف المصري وكذلك أيضا الحفاظ على البيئة، لأنه بيعمل على القيام بالكثير من المشروعات التنموية مع الحفاظ على البيئة وذلك بالتوازن مع بعضهما البعض. أيضا هناك جناح خاص بمؤسسة حياة كريمة في مدينة شرم الشيخ، هي مدينة حافلة بالفعل فاطمة بكل التفاصيل الخاصة بهذا المؤتمر. نعم. الجلسات ثرية للغاية، التفاصيل كثيرة جدا والفعاليات يعني متسارعة بشكل كبير، التنفيذ بدأ بالفعل ونحن طبعا في انتظار التوصيات الختامية إن شاء الله اللي يعني هنتعرف من خلالها على أبرز بنود التنفيذ اللي بيعتبر الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر COP27 لتغير المناخ معا للتنفيذ الذي ينعقد هنا على أرض الكنانة في مصر في مدينة السلام المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ. إليك فاطمة. شكرا الزميلة ريهام الديب مفادة التلفزيون المصري لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.